الكروية. صراوي في بداية أحداث هذه المباراة، مباراة تبدأ بقوة كبيرة من جانب النصر في هذه الدقائق بالذات مع هذا الضغط مع هذا الهجوم، تمريرة لكنها بعيدة من لويس جوسافو. ثلاثي مهداوي ميدران كاكو، لمسة أمامية يحيى يحاول مرور يحيى بتسديدة لكنها فردية وكان فيها أناني بعض الشيء في اللقطة الماضية. تسديدة جاءت بعيدة لضربة مرمى، بعيدة الكرة. وهذه المباراة البناء لمصلحة ميدران، التغطية أمام أكثر من لاعب وخطأ لمصلحة التعاون. الفارو ميدران يملك إمكانيات كبيرة جدا كايلا كونان، كونان يحاول يمر، كونان أمام تغطية وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة التعاون. تدخل في اللقطة الماضية وخطأ لمصلحة محمد الغامدي اللي عليه 37 نقطة للنصر. طويل الكرة، محاولة باتجاه غريب، يصل كرة غريب، مر غريب بكرة، خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل. الله على اللقطة، غريب يا عيني غريب. النصر خلوه بعد ذلك، لا زال يحافظ على كورته، ما زال تسديدة وكرة مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الماضية، جميلة لمصلحة علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكورة الأخيرة النصراوية اللي مرت. محاولة إلى سليمان هزازي بكرة عرضية لكن التغطية من لويس جوسافيا تبقى لمصلحة كونان. محاولة نصراوية بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. الخاطئ من جانبي نواف العقيدي، عرضية أخرى خطيرة وكونان يبعدها في اللحظة الأخيرة. حلوة اللقطة الأخيرة، خطيرة جدا لمصلحة التعاون على مرتين، مرة أولى من جانب تاومبا ومرة ثانية كانت خطيرة وقصر، إلا أنه يظهر شخصيته بصراحة وأداءه الجيد على مستوى خط الوسط وانتشاره في مناطق النصر دون أن يركل للخلف ويتراجع بأكبر عدد من اللاعبين، مثل عدد كبير من المباريات اللي شاهدناها للنصر. مر على جهة اليمين نصر، تمويف مرور جميل بكرة أمامية خطيرة لمصلحة ميدران لكن خطيرة، لكن الدفاع لصاروخ موديرا، رونالدو بتسديدة لكنها سهلة المرة الأولى. محاولة الإبعاد تبقى نصراوية، سامي النجعي إلى أيمن يحيى، تسديدة لكنها في يد الحارس. صار إلى سليمان هزازي لكن التغطية من جانب أيمن يحيى وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية جانبية، رمية جانبية للنصر. تسديدة باتجاه غريب، سامي النجعي داخل منطقة الجزاء خطيرة إلى غريب لكن الكرة بعد ذلك علي الحسن، تمريرة باتجاه رونالدو، محاولة لكن فيها تغطية وتدخل من جانب الدفاع. إبعاد الكرة في وسط الميدان، صافرة من الحكم واحتساب خطأ لمصلحة تعاون في هذه الأثناء. يبدو بلمسة حلوة على جهة اليسار، الفارو ميدران خطيرة وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع. تصل الغامدي، محاولة داخل منطقة، فرصة لمصلحة التعاون بكرة عرضية لكن التغطية مرة أخرى من جانب الدفاع صافرة من حكم المباراة بسبب إصابة أحد اللاعبين. جهة اليسار خطيرة للنصر، عبد الرحمن بكرة أمامية حلوة وكرة ولمسة وصافرة وبعد ذلك الكرة إلى يد حارس المرمى، لا يوجد ركلة جزاء في قرار الحكم. لمسة سعد الناصر، جهة محمد الغامدي الباحث عن كرة عرضية خطيرة، البارو ميدران يتعادل للولفز بروعة كبيرة كبيرة كبيرة، بروعة كبيرة وعرضية جميلة ونهاية والأجمل في اللقطة الماضية. تمكن البارو ميدران لمصلحة سوى كبير، يا غريب يا غريب، رونالدو الكرة وفرصة، يا إلهي فرصة خطيرة لكريستيانو لكنها ضاعت على غير العادة، ضاعت على أعتاب المرمى، ضاعت وقد كانت قريبة لكنها سميحة داخل منطقة الجزاء بكرة وفرصة لكنها في يد الحارس على مرتين. يا الله كم كانت خطيرة، كم كانت قريبة. صاروخ ماديرا يحاول يمر، رونالدو يحاول يمر، رونالدو يبحث عن التمرير، تأخر بعد ذلك، أطالت من ضاعت من سعد الناصر وبعد ذلك تغطية وتدخل وعودة على جهتي باتجاه صريهم، عودة وأيمن يحيى قوية اصطدمت في الدفاع وأخرى تسديدة بعيدة من صريهم. هل كان فيه لمسة يد في اللقطة الماضية؟ هل فيه ركلة جزائية نصراوية؟ راح نشوف الإعادة ما إذا كان فيها لمسة يد أم لا.
لقطة اتجاه تاومبا على حدود منطقة الجزاء. تاومبا مر وكرة وفرصة. الدبابة تاومبا يسجل الثاني للتعاون. تعاون أي كرة أي كرة أي كرة يا إلهي. مش ممكن يا مهداوي مش ممكن يا مهداوي. لقطة في منتهى الروعة لمصاعة التحية. تصل بعد ذلك إلى عبد المجيد صراهم تسديدة قوية لكنها في يد الحارس. حلوة اللقطة حلوة اللقطة الأخيرة من جانب عبد المجيد صراهم ولكنها في يد الحارس. آيات اليسار تحرك من جانب تاليسكا. رونالدو مر وكرة يا إلهي. فرصة يا كريستيانو. يحاول تمريرة لمصاعة جوستافو تسديدة وكرة ومادو سجل لكن رونالدو متسلل. مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة. رونالدو كان في مكان التسلل. يشوفها مرة أخرى تسديدة.